فيلم الفرح يوم مصري اخر زي ما كان كباري يوم مصري، وان شاء الله الناس تتبسط من الفيلم ويحسوه. اعتقد انا مخرج مصري وبيعرض في مصر، واكيد ان انا بحتك بالبيئه اللي حواليا، عشان كده لازم اعبر عنها واهتم بالناس اللي هنا، عشان الفيلم المصري هو اللي هيودينا للمصري الصميم، هو اللي ممكن يودينا في ان احنا نعرض السينما بتاعتنا للعالم كله، وان احنا ما نبقاش مخرج ولا اتنين ولا ثلاثة بس كويسين او الحاجات اللي بنسمعها دي، لا احنا عايزين المنافسة تبقى اكبر من كده، عايزين نبقى 100 ولا 200 مخرج جامدين، والسينما توصل كمان جوه الكفور والقرى بتاعت مصر، ان في ناس بتعاني عشان تشوف فيلم ممكن يركبوا 3-4 مواصلات. السينما نفسي انها تتطور كده ان شاء الله وتوصل لكل الناس. انا عامله شخصيه جميله اللي هي العروسه، والعريس ياسر جلال، وطبعا بيتعرضوا خلال الفيلم لمواقف كتيره بسبب العادات والتقاليد. فجميله دي، انا لسه كنت بقول لهم دي اغلب من الغلب، يعني شخصيه غلبانه جدا. انا بعمل سواق ميكروباص، وسواق الميكروباص ده راجل يتمنى انه يمتلك ميكروباص، ده كل حلمه، وانا تعاطفت معاه بصراحه. فهو الراجل في حاجات كويسه عملها وفي حاجات مش كويسه عملها، بس انا حطيت نفسي مكانه ومشيت معاه في المشوار ده، وهنشوف بقى هنوصل ليه. دور العسلي نبطش فرح مبذول فيه مجهود كبير قوي الحقيقه، الاستاذ احمد عبد الله بذل فيه مجهود كبير قوي، الاستاذ سامح عبد العزيز له دراما مع شخصيات كتير ما يتحكيش الحقيقه، يعني مش عارف احكيه. لا هو مختلف، فانا مستمتع بفكره الاختلاف دي. يعني بلعب دور حسن واحد معزوم في فرح شعبي، مش عايزين نتكلم على الدور لان النهارده الافتتاح، لكن هو دور مميز وانا سعيد بيه جدا. انا انتهيت من تصوير فيلم المشتبه اخراج محمد حمدي وبطوله بشرى وعمرو واكد والفنانه الجميله المتالقه سوسن بدر، وبصور حاليا مسلسل اسمه هلا والمستخبي بطوله الفنانه الجميله ليلى علوي واخراج مريم عزت ابو عوف، وبصور مسلسل تاني اسمه الوديعة والذئاب، ده بطولتي ومعايا الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي وإياد نصار ومجموعة كبيرة من النجوم. أنا بعمل صفية مرات صاحب الفرح خالد الصاوي، وهي بنت جدعة وبنت بلد وليها شخصية وحمالة، حمالة الأسية يعني، بس في نفس الوقت الست البسيطة قوي دي بتقدر تاخد موقف وتبقى أجدع من الرجالة. أنا عامل ابن عم صلاح عبد الله، هو الفرح، هم الفيلم عباره عن الفرح وفي احداث شخصيات كتيره جدا، انا الخط بتاعي مع عم صلاح، وهو اب غلبان وانا طالب في معهد موسيقى بلعب كمانجا وبشوفه بيتهان في الفرح. الفرح ده فيه تفاصيل كتير، فيه شخصيات كتير، فيه احداث كتير تكاد تكون المصريين يعني ما يعرفوش عنها الا الشعبيين طبعا يعرفوا عنها، لكن جوه الفرح نفسه في تفاصيل كتير كتير جدا هنشوفها في الفيلم. يعني مشاركتي في فيلم الفرح هو بعد نجاح اغنيه جوجو 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 اللي هي العبد والشيطان، عم احمد السبكي كلمني على الفرح وكان مطلوب اغنيه تتماشى مع احداث الفيلم، فعملنا اغنيه سيجاره بني اللي هي تتماشى مع فيلم مع فرح شعبي في منطقه شعبيه. كان اهم حاجه في الفيلم ده ان انت يعني تخلي يعني كل حاجه بتحصل في الفيلم تكون ريل على قد ما نقدر يعني، فنزلت يعني جزء كبير من المناطق الشعبيه في مصر والحواري اللي موجوده عندنا سوري في الحطابه وفي القلعه وفي عين شمس ويعني مناطق كتيره جدا السيده زينب، لغايه اما يعني كنت عايز بس اغذي عيني بكل الحاجات اللي موجوده علشان اقدر اطلع الشكل الاخير يعني، وكانت يمكن الحاره دي اقرب شويه لمنطقه القلعه والحطابه لان هي يعني منطقه ليها روح خاصه كده، كان يعني يهمنا ان هي تبقى موجوده في الفيلم. يعني احنا حابين الشغل الجماعي وبنحبه، بنحب الجماعيه في الفيلم، والموضوع اللي بنلاقيه جماعي وبنعمله هو ده اللي بينجح معانا كويس، وربنا يسهل يعني.